السلام عليكم طلاب، محاضرة اليوم هي الميموري ماب بارت 2 اللي هي تمثل المحاضرة الخامسة. بالمحاضرة السابقة آخر شيء أخذنا مثال اللي هو موضح بهذا الشكل، وقلنا الحل مالته راح يكون موجود بشكل مفصل بالمحاضرة الخامسة. طبعا بعد ما نحل هذا المثال عندكم example 2 lecture 4 مطلوب منكم حله، يعتبر كهومورك بعد ما تفهمون هذا المثال. بالبداية من اشوف دائرة هالشكل اخلي ببالي اي address line او اي address bus داخل على memory chip سواء كان ROM أو RAM، هذا يعتبر low order address bus. أوكي، هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أي address line ما داخل على memory chip وإنما يدخل على decoder أو logic gate سواء كانت NAND AND OR NOT، هذا يعتبر address bus high order address bus ودائما يدخل عن طريق chip select. نسوي مراجعة، شنو فائدة الهاي اوردر ادريس باس؟ الهاي اوردر ادريس باس تفعل لي chip select حتى تحدد لي يا chip رام او روم راح تتعامل مع المايكروبروسيسور، تاخذ منه بيانات او ترسل له بيانات عبر موقع الذاكرة. فائدة اللو اوردر ادريس باس هي تحدد الميموري لوكيشن اللي راح نتعامل وياه، اللي نسحب منه بيانات او ندخل به بيانات. هنا عندنا اللو اوردر ادريس باس الاحظه من A0 الى A11 للروم وللرام، والسبب يعود لانه حجم الروم والرام هنا 4 كيلو ب4 كيلو. طبعا كل دائره لها روم ورام بأحجام مختلفة، هذا مو ثابت. الأربعة كيلو شلون حصلت منها A0 إلى A11؟ إذا أفتح الأربعة كيلو هي عبارة عن 2 أس إكس، فهنا إكس إيش قد قيمته يعطيني 4 كيلو؟ قيمة إكس هي 12 لأنه الأربعة هي 2 أس 2 والكيلو هو 2 أس 10، عند الضرب تجمع الأسس حصير 2 أس 12. فالإكس اللي هو يمثل number of low order address bus قد عندي قيمته هنا 12، ال 12 معناته راح يكون من A0 إلى A11، وهذا السبب اللي عندي الادرس لاين من A0 إلى A11 كون الحجم 4 كيلو. لو كان الحجم 2 كيلو حيكون من A0 إلى A10، لو كان 1 كيلو راح يكون من A0 إلى A9. الـ A12، A13، A14 هاي تمثل الانبوت للديكودر، هذا ديكودر نوعه 3×8 ديكودر، معناته الثلاثة 3 انبوت، الثمانية معناته 8 انبوت. هنا عندنا الـ A12، A13، A14، A15 كلها تمثل الهاي اوردر ادريس باس، والسبب يعود لأنه ما مربوطة بالميموري تشيب بشكل مباشر. فأي أدرس لاين مربوط بالميموري تشيب بشكل مباشر هو يعتبر لو أوردر أدرس باس، وفائدته يختار الميموري لوكيشن اللي حنتعامل وياه. أي أدرس لاين ما مربوط للميموري تشيب بشكل مباشر مثل هاي الحالة هنا بشكل غير مباشر عن طريق ديكودر عن طريق لوجيك جيت، يعتبر هاي أوردر أدرس باس، فائدته يفعل التشيب اللي راح يتعامل وياه المعالج. بعد ما يفعل التشيب المعالج حيسوي يحدد عن طريق الـ order address bus يا memory location راح يتعامل وياه. فهنا عندنا الاحظ الـ O1 إلى O7 معناته الـ output مال decoder هو 8، الـ O1 مربوط على chip select للـ ROM والـ O7 مربوط على chip select للـ RAM. الاحظ الـ O1 من تربط على chip select للروم، شو معناته القيمة هنا؟ شلون أحصل على واحد؟ من خلال
وضح اي 12 اللي هي اللي significant bit واي 14 مو significant bit. هنا نخلي 100 حتى يطلع 1. او 7 عشان احصل عليها اخلي الاي 12 واحد، اي 13 واحد، اي 14 واحد حتى احصل على رقم 7. والواحد شلون احصل عليه؟ من خلال وضع اي 12 واحد 13 0 14 0. ميموري ريد وميموري رايت، طبعا هنا الروم هي ميموري ريد فقط. ليش؟ لانه ريد اونلي ميموري، هي ذاكره قراءه فقط. الرام هي ريد رايت ميموري، فبيها الاحظ تو كنترول سيجنال اللي هي ميموري ريد وميموري رايت. هنا عندنا المطلوب شنو؟ المطلوب نطلع الرينج اوف ادرس. الرينج اوف ادرس اخذنا بالمحاضره السابقه يتكون من first memory location و last memory location، ووضحنا بأنه حتى نجد ال first memory location لازم نضع ال low order address bus كله zeros، وحتى أجد ال last memory location لازم نضع ال low order address bus أيضا لكن كله واحدات. فهنا عندنا ال A12 السبب بأنه أي 12 واحد و 13 صفر و 14 صفر كونها مربوطة على ديكودر هذه الأدرس لاينز، والأوتبوت مالتهم يكون واحد، لذلك هنا نقرأ قيمة واحد. أي 15 زيرا، السبب يعود لأنه الأي 15 مربوطة على إنفيرتر أو بابل. أي لاين مربوط على بابل قيمته تساوي صفر. وهنا عندنا هاي البابل هي شو تمثل؟ تمثل enable 1 enable 2 enable 1 و enable 2 فائدتها حتى تفعل الديكودر. شلون ما عندنا الرام والروم بيها chip select حتى يفعلوها، ايضا الديكودر الى enable حتى يفعله اللي هو E1-E2- وتتفعل باللوجيك 0. فلذلك الاي 15 نعطي قيمة صفر حتى يشغل الديكودر، حتى يدخل هنا قيمة معينة اللي هي مثلا واحد بهذا المثال، ويخرج واحد يفعل الشيب سيلكت حتى نشغل هاي الميموري شيب اللي نوعها رام، أو يشغل الميموري شيب الثانية اللي نوعها رام في حالة الـ A12 A13 A14 نجد قيمته 7. هنا عندنا حتى نطلع الفيرست ميموري لوكيشن قلنا كلها 0، وهنا عندنا 100 ثابته اللي هي تمثل هاي اوردر ادريس باس، وهذا الجانب اللي موضح باللون الاصفر هو الاوردر ادريس باس. اخذ كل 4 بت على حده واحوله الى هكسا. اول 40 هي تمثل هذا الصفر، ثاني 40 هي هذا الصفر، ثالث 40 اللي هي من اي 8 الى اي 11 تمثل هذا الصفر، وآخر قيمة اللي هي واحد. هذا الـ first memory location، والـ last memory location نفس الحالة، آخذ 4 bit حتى أكون 4 digit تمثل لي الـ last memory location. فهنا عندنا range of address، شنو معناه؟ معناه الـ first memory location اللي هو موضح بهالصيغة، بصيغة الباينري، والـ last memory location بهالصيغة. هاي القيمة من مين أخذناها؟ أخذناها من الديزاين أعلى. هاي في حالة الذاكرة رام. في حالة الذاكرة رام نفس الحالة راح تنعاد، لكن شنو حيتغير عندي؟ يتغير عندي فقط قيم الـ A12 A13 A14 راح تكون كلها 1. ونلاحظ هسه بالحل، نحن عندنا رام الفيرست ميموري لوكيشن اللي هي عندنا بيها يتكون من low order address bus موضح باللون الأصفر، و high order address bus اللي هذا الجزء اللي هو من A12 إلى A15. قلنا A12 A13 A14 لازم كله واحدات لأنه Q7. لو كان مو Q7 قيمة ثانية مثلا Q4، إيش راح تكون هاي القيم A12 A13 A14 راح تكون 001 حتى تقرالي Q4 اللي هو رقم 4 اعتمادا على قاعدة 1 2 4 8. نحن أيضا نأخذ كل 4 bits على حدة حتى أطلع 4 digit تمثل الـ first memory location والـ last memory location، وهذا كله يمثل الـ range of address. بعد ما أطلع الـ range of address للرام والـ range of address للرام، أرسمها
بهذا الشكل اللي يمثل هذا الشكل هو الميموري ماب. فهنا عندنا الاول زيروز هنا يمثل الليست سيجنيفيكانت بت او الليست سيجنيفيكانت ميموري لوكيشن، وهذا اللاست ميموري لوكيشن. الف الى 1FFF هذا يمثل رينج اوف ادريس لرام اللي طلعنا من الف الى 1FFF، والرينج مال رام الاحظه من 7000 الى 7FFF نمثلها بهذا الشكل. اهم شيء انتبه من ارسم الميموري ماب احدد نوع الذاكره، هل هي رام هل هي روم، وبعدين احدد الفيرست ميموري لوكيشن واللاست ميموري لوكيشن. Number 2 homework: find the range of addresses and draw the memory map if we connect number 1 the chip selector from to output 4, number 2 if we connect chip selector from to output 5. هذا الهومورك تحلوه، بس اعطيكم فد هنت عن الحل مالته. نحن عندنا طبعا كله نفس الخطوات، بس شنو اللي حيصير؟ حيصير نربط الشيب سيلكت للرام اوتبوت 4، ملاحظة لحل هومورك 2 يكون حله مقارب الى رقم 1، بس هنا شنو الفرق؟ الفرق بانه الشيب سيلكت للرام مربوط لاوتبوت 4 بدل المثال السابق كان الشيب سيلكت للرام مربوط الى اوتبوت 1 مثل ما موضح بالشكل، والشيب سيلكت للرام بالهومورك مربوط الى بالمثال هنا 7، لكن بالهومورك للرام راح يكون مربوط الى اوتبوت 5. فشلون حيصير الحال؟ حتختلف قيم اي 12 اي 13 اي 14، راح تكون في حالة الاوتبوت 4 للروم راح تكون بهالصيغة، راح تكون بالأربعة 0 0 1 حتى تعطيني Q4، حتى تشغلي الروم، حتى تشغل الروم الاوتبوت قلنا حيصير بتغيير، بدل 7 ايش راح يكون عندي بالهومورك؟ راح يكون عندي الاوتبوت لازم يكون 5. فالخمسة شلون نقراها؟ نقراها اعتمادا على 101، فهاي حتكون القيم الجديدة، الاي 12 تكون 1 والاي 13 0 والاي 14 1، والباقي راح يكون نفس الحال بالنسبة للهومورك الثاني. المطلب الثالث repeat step 1 if we A exchange A 14 with A 15 B exchange A 12 with A 15. بالنسبة لل exchange طبعا هاي أسوي exchange معناته أبدل قيمة A 15 ب A 14، يعني A 15 تأخذ A 14 و A 14 تأخذ قيمة A 15. هنا عندنا أسوي exchange لكل من الميموري chips الROM and RAM، يعني exchange للROM و exchange للRAM. نفس الحالة فقرة B exchange للرام هو exchange للرام. فقرة A exchange للرام ما راح يأثر هنا، ليش؟ لأنه عندنا A 14 و A 15 هي نفس القيمة اللي هي 0 0، ما راح يأثر، أبدل 0 بصفر حيعطيني نفس range of address، يعني نفس first memory location ونفس last memory location. بينما للرام راح يأثر، لأنه إذا أرجع على الرام بالستيب الأولى، الرام بالستيب الأولى ألاحظ إذا أبدل الـ A 12 بـ A 15 أنتبه على الـ 12 والـ 15 ألاحظ قيمهم مختلفة. فهنا إذا الـ A 15 يصير 1 والـ A 12 يصير 0 حيصير عندي اختلاف بالقراءة بالنسبة للـ First Memory Location وأيضا بالنسبة للـ Last Memory Location. فهنا عندنا اي 12 حصير 0 0 بالنسبه للمطلب الثالث، والاي 15 حتاخذ قيمه الاي 12 وتكون 1 1. نفس الحاله ناخذ كل 4 بت ونطلع القيم بالهكسا حتى نجد الرينج اوف ادريس.